السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ نعم مصطفى، نعم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. والله سؤال يا شيخ عن يعني البنوك. حضرتك شغال في الطاقة الشمسية ومعايا شركة، وفي ناس بتتصل عايزة السجل التجاري والبطاقة الضريبية عشان تحول عليا فلوس من البنك، عشان البنك ما بيرضاش يديهم هم الفلوس، بيديهم من شركة تورد لهم. يعني هل أنت في هذا الوصف ستكون مساعدا على الإثم والعدوان أم لا؟ هو فقط عاوز السجل التجاري والبطاقة الضريبية، يا وهيحول حبيبي، لي أنا، هو هيشتري مني، العميل نفسه هو هيشتري مني، هيحول لي اللي هيشتريه، بس أنا هياخد مني، لأن البنك ما بيرضاش يديهوها مباشر، فبيقول له عايز أي شركة فيها بطاقة ضريبية وسجل تجاري. أنت كده ستكون مساعدا على الاسم والعدوان. السلام طب ما عليكم. حضرتك هو لو اتصرف وجاب فلوس من بأي طريقة ثانية في البنك وجابها لي، ما أنا هاخدها. ده تختلف.